معكم ياسمين حموشي ميكاب ارتست. مرحبا بنا اليوم عن طنجاوي. ان شاء الله اليوم عملنا التقاليد ديالنا، خصوصا حنايا معروفين في الشمال ومعروفين حتى في المغرب كامل اننا كنحتفلوا بالمنوتات نهار 26، خصوصا ملي كيكون الصيام ديالهم الاولاني كنعملوا لهم اللبسه التقليدي ديالنا الشده الطنجاويه اولا التخليله. كيف ما كتشوفوا اليوم ملي كيكون الصيام الاولاني ديال المنوتات ديالنا خصوصا في الاسر المغربيه كنحتفلوا بها باش كنزعموها انها تزيد الصوم وكنحفزوها، كنعملوا لها الشده، كنعملوا لهم الزينه، كنجيبوا لهم النقاشه، كنحتفلوا بهم بحال قلت لكم اننا باش كنزعموهم يزيدوا صومو وكيصبروا، وهيدا كيكونوا فرحانين تبارك الله كيجيو مزيونين وكيفرحوا كيكونوا معنا العائله كنتجمعوا كنضحكوا. وانا اليوم بحال قلت لكم عيطت لي عائله مغربيه ديالنا، بحال دائما كنكون فرحانه ملي كيعيطوا لي خصوصا في هذه المناسبات، كيعجبني نخدم مع العواو صغارين كنكون فرحانه بهم، كنعيش معاهم الاجواء، كنتعرفت انا على التقاليد الجديده في كل عائله كندخل عندها. بحال دابا مثلا اليوم دخلت عند اسره اللي هي في الاصل امازيغي ولكن بغات تعمل التقاليد الشماليه تبارك الله هادشي غزال، وخصوصا انهم عايشين في طنجه بغاو انهم حتى هما يتعرفوا على التقاليد الطنجاويه. وبحال اللي كتشوفوا اليوم تبارك الله عملنا البنوته ديالنا، عملنا لها الشده، والشده تبارك الله معروفه ثقيله وخصها تكون بنيته تكون صبار، وهنا كنمتحنوا حتى الصبر ديال بنيته ديالنا خصوصا ملي كيكونوا صايمين تبارك الله وجاهزين للثقال. بحال اللي قلت لكم تبارك الله هي غير الطابله ديالها كتكون ثقيله اللي معمره بالجوهر الحر، كيكون التاج، كتكون التعصاب، النواقش ديالها تبارك الله ما شاء الله. بحال اللي قلت لكم بنيته هنايا كنمتحنهم انهم يكونوا صبارين، وكاينه بنيته عاوتاني عملنا لها الزينه ديال التخليله باش حتى هي عاوتاني كتحس براسها عروسه وكتفرح براسها. شوف غير الضحيكه بنيته ملي كيكونوا ساكن هازين هذا الثقل وكيفرحوا بها. وملي كتدخل 15 يوم الاخرانيه في رمضان اكثريه ديال الناس اللي كيبقاو يتصلوا بك واش غادي تعدل لنا الزينات، واش غادي تعدل الزينات. وبحال دابا مثلا الاسره المغربيه كتلقاهم كيعيطوا على بعضياتهم كيسقسي واش غادي تعمل الزينه الفلان فلانيه مثلا، باش كيتجمعوا كيعملوا الفطور كيجيو عند بعضياتهم كيفرحوا بها كيجيبوا لها دي كادو انهم بحال اللي قلنا كيحفزوها على الصيام وكيفرحوا بها. هذه من التقاليد المغربيه اللي ما نقدروش نحيدوها ضروري كتلقانا في العواشر كنفرحوا بها. اللي بالامكانيات مثلا كتلقى عائله ان بامكان ديالها كتجيب مثلا زيانه للدار باش كتعمل لهم هذا الشيء في الدار ديالهم، مش كيصوب كتقول
يقيس بنيته فرحته، واللي ماشي في الاستطاعه ديالو اولا ما عنده كيفاش يعمل كتلقى مثلا في الحومه الناس كيعملوا الخيام، كتلقى في صالونات، كتلقى في لي فونت بريفي مثلا، كتلقى في معارض، كتلقى بزاف ديال الناس اللي كيعملوا هذه المبادره ديال الزينه ديال الاطفال. تبارك الله ما كاين شي محسن من التقاليد المغربيه ديالنا، خصوصا بحال هذا الشيء. هذا كتشوف البنيتات كيطلعوا من الاول انهم مفتخرين بالتقاليد ديالهم المغربيه، كيعتزوا بالتقاليد ديالهم باللباس التقليدي ديالهم، خصوصا حنا تبارك الله اللباس التقليدي ديالنا معروف عالميا، وبهاد المناسبات كنزيدوا اننا نقربوا اللباس ديالنا، وكنزيدوا انهم نحفزوا اولا نحببوا الاطفال ديالنا في اللباس التقليدي، باش دائما كيوليو كيعتزوا كيفتخروا بانهم مغربيات. بحال حنايا مثلا في الشمال كنعملوا الشده الطنجاويه، الشمال كاينه الشده الطنجاويه وكاينه التطوانيه، كل واحد والتركيب ديالو، ولكن كتبقى في الاخر مغربيه. ما كايناش يعني شي حاجه اسمها الشده ديال شي بلاد اخرى، بالعكس كاينه شده مغربيه وكاينه اللباس مغربي اللي بحال قلنا كنلبسوه في الاعياد ديالنا وفي المناسبات ديالنا. ما كنقدروش اننا نكونوا في شي مناسبه من غير اللباس التقليدي، بحال كنقولوا ما كتجوزليش انا نمشي مثلا حضاره او لشي مناسبه او اي تظاهره اننا كتلقانا لابسين لباس مغربي وكنعتزوا به. وتبارك الله حتى مثلا واخا تمشي للهند يشوفوك لابسه لباس تقليدي كيعرفوك مغربي، تمشي لاي بلاد كيعرفوك لابسه لباس مغربي معروف الحمد لله غير باللباس ديالنا. اليوم اول نهار كنصوم. وحسيتي بالجوع بالعطش؟ شنو جاك؟ شي شويه. شنو شي شويه؟ الزوع. والعطش؟ دواء. مشيتي مدرسة اليوم؟ اه. صحاباتك صايمين؟ لا. ها؟ لا. قفطان مغربي ولا ماشي مغربي؟ مغربي. ايا لاباس؟ لاباس الحمد لله. اش جاتك كيفاش جاتك اللبسة اللي لبستي؟ عجبتني بزاف. ماشي جاتك ثقيلة شوية؟ واخا نصبر مش مشكل. شنو كتعملوا اليوم؟ اليوم ديال 26 كيفاش كتحتفلوا؟ اليوم كنحتفلوا كنقدوا راسنا وكنوجدوا حالتنا وكنتجمعوا كيفرحوا بيا العائلة. أول مرة تعمل الشدة ولا سبق لك عملتي الشدة؟ لا أول مرة. أول مرة؟ ثقيلة شوية ياك؟ وكنلبسوا الجلابة ديالنا والبليغة ديالنا باش نمشيو نصليو التراويح ونتجمعوا في الطابلة الفطور ونحتفلوا بليلة 26. هاد اللبسة عجبتني بزاف وبغيت نعاودها من الكبار، حيت هاد لي زاكسيسوار غادي مكاينش فيما مشيتي، يعني إن شاء الله ملي نكبر غادي نعاودها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.